ضمن حملة فينا خير التي أطلقها سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، قامت محافظة العاصمة وبالتعاون مع مديرية الشرطة بتوزيع سلال غذائية ضمن مشروع غذاؤك في بيتك الذي أطلقته المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بالتعاون مع وزارة الداخلية. وقد قامت شعبة شرطة خدمة المجتمع بمديرية شرطة محافظة العاصمة بالتوزيع مباشر على منازل المواطنين والمقيمين في إطار العمل على تجنب التجمعات، بما يسهم في تعزيز الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.